عندما يقيم واقع حقوق الإنسان في العراق مع نهاية كل عام، لا يستجد به إلا زيادة في الانتهاكات وابتكار أساليب جديدة في قمع الحريات بصورة عامة. منظمة Human Rights Watch في تقريرها السنوي قدمت صورة أكثر سوداوية من أي وقت مضى عن الواقع الإنساني العراقي. تؤكد المنظمة الدولية أن نظام العدالة الجنائي في العراق يشوبه استخدام واسع للتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية، ورافقه عمليات إعدام تعد الأعلى في العالم دون سند قانوني. كما أن السلطات الحكومية أفرطت عام 2020 في لي عنق قانون التشهير والتحريض، وجعلته أداة لإسكات المعارضين وتكميم أفواه المنتقدين، فترتب عليه استخدام قوة مفرطة تجلت في قمع ناشطي ثورة تشرين ومتظاهريها بأشكال مختلفة، منها الخطف والاغتيال وإرهاب أهالي الناشطين وابتزازهم وإجبار الكثير منهم على الهجرة. الله ينتقم منكم. ورغم اتضاح صورة الجرائم ضد المتظاهرين، إلا أن الحكومة لم تقم بأي شيء، لا اعتقالا للمسؤولين الجناء ولا حتى إقالتهم أو اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الجرائم، كما تؤكد Human Rights Watch. وهذا ما يفسر وجود شراكة بين كل أركان المنظومة الحاكمة في الانتهاكات ضد المتظاهرين. ورغم خطورة الانتهاكات ضد متظاهري ثورة تشرين، إلا أن هناك ما هو أشد خطورة منها، ملف النازحين ومعتقلي المناطق المنكوبة، فهؤلاء يواجهون عقوبات أقلها السجن المؤبد وأكثرها الإعدام. تؤكد Human Rights Watch أن السلطات الحكومية والميليشيات تعتقل الآلاف من بينهم أطفال بذريعة الانتماء لداعش دون أن تمتلك سندا قانونيا لهذا الاعتقال، وتحشرهم في سجون تفتقر لأدنى مستلزمات الحياة والكرامة الإنسانية، وغالبا ما تقوم بمحاكمات شكلية قصيرة ضدهم تكون نتيجتها الإعدام. أما عن النازحين، فترى المنظمة الدولية أنهم يواجهون عقابا جماعيا ويحرمون من الحصول على وثائق ثبوتية، بحيث يبقون لاجئين غرباء داخل وطنهم أو أسرى حرب، ولكن دون مراعاة حقوق الأسير كذلك.